إنني أعرف هذا الرجل ملياً، وأعرف كل ما يقوله عن خلفاء بني أمية. وكيف يجرؤ على ذكرنا بسوء؟ أخبرني بكل ما يقوله. يقول إنكم لا تستحقون الخلافة، وإنكم لستم عادلين، لا تفتحون البلدان لنشر الإسلام، وإنما لتوسيع دولتكم، وإنكم لا تخافون الله عز وجل، تلهون وتعبثون في الدنيا ونسيتم الآخرة. لم أتمكن يا مولاي من الصمت، فكان علي أن أخبرك حتى لا يظل ذلك الرجل متجولا في كل مكان مكررا هذا الكلام. اذهب أنت الآن، ابحثوا عن ذلك الرجل وأحضروه. يجب أن يؤدب ويعاقب، بل أن يقتل على تجاوزه هذا. انتظر أنت يا رجاء، أريدك أن تفكر معي في هذا الأمر. الأمر بسيط يا مولاي، إنها وشاية من رجل حاقد على رجل آخر يريد أن يغضبك لتؤذيه. لكن ماذا لو كان كلامه صحيحاً وكان ذلك الرجل يتكلم بين الناس بكلامه هذا عنا؟ يا مولاي، أنت عبد الملك بن مروان، خليفة بني أمية وأمير المؤمنين، لماذا تهتم بكلام رجل عادي؟ ربما يكون يحسدك على نعمة الخلافة. يا مولاي، لا يضر السحاب نبح الكلاب. لكن لا يجب أن يمر هذا الموقف دون أن أتخذ إجراء حاسما حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر. إذن أنت تعترف بما قلت؟ نعم، وما زلت مصرا عليه، وحالتي هذه أصدق دليل على ظلمكم يا بني أمية. يبدو أنه لا توجد إلا طريقة واحدة لإسكاتك يا سياف. أمر مولاي. يا مولاي، إذا كان الله قد حقق لك ما تحب من القدرة، فتقرب أنت إليه بما يحبه من العفو. أحسنت النصيحة يا رجاء. يا سياف، فك قيود هذا الرجل. لقد عفونا عنك ويمكنك الانصراف الآن. ولم تتركني أذهب؟ ألا تخشى أن أعود فأقول ما كنت أقول؟ ألا تريد من خليفة المسلمين أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل للكفار جميعا يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهو من حاربوه وآذوه؟ إن خليفة يقتدي بالرسول الكريم لهو خليفة تجب طاعته ويحرم الخروج عليه. سأقول للناس جميعا ما حدث معي هنا ليعلموا أن بني أمية عادلون، بل وكرماء محسنون. يا رجاء يا ابن حيوة، والله ما خذلني الله في اختياري لك وزيرا، ونعم الوزير أنت. كان التابعي الجليل رجاء بن حيوة من أهل فلسطين، وقد صار وزير خلفاء بني أمية عبد الملك والوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، وكان هؤلاء الخلفاء يثقون به لما عرفوه عنه من صدق إيمانه وسعة علمه. وقد استأمنه عبد الملك بن مروان ليشرف على عمارة بيت المقدس، ومعه يزيد بن سلام. الحمد لله، لقد فرغنا من العمل الذي كلفنا به الخليفة. وما أعظمه عملا، من فضل الله علينا أن الخليفة اختارنا لإنجاز هذه المهمة يا يزيد، فثوابها عظيم عند الله. لكن الخليفة لم يخبرنا بعد
عما يجب أن نفعله بكل ما بقي من الذهب، إنها كمية وافرة. من المؤكد أن رسوله إلينا يكاد يصل، فقد أرسلنا إليه نخبره منذ فترة طويلة. يا سيدي رجاء، يا سيدي يزيد، ها هما، هذا رجاء بن حيوة وهذا يزيد بن سلام. خيرا، أنا رسول أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. الحمد لله، تأخرت كثيرا يا رجل، لكنني أحمل إليكما أخبارا سارة ومكافأة سخية. كنا نظن أنك تحمل لنا ردا على ما أرسلناه إلى الخليفة بخصوص الذهب الذي بقي من العمل. هذا صحيح، تفضل. ماذا حدث؟ بماذا أمر الخليفة؟ أمر بأن تعتبر الذهب هدية منه لكما وأن تقسماه بينكما. ماذا؟ أخبر الخليفة أننا لن نأخذ من هذا الذهب شيئا، وأننا لو كنا نستطيع لأخذنا من حلي زوجاتنا وشاركنا بأموالنا في عمارة هذا المسجد. هل لك رأي آخر يا يزيد؟ لن أزيد حرفا على ما قال رجاء، إننا إنما نعمل هذا العمل تقربا لله عز وجل وإرضاء له، ولا نحتاج إلى مقابل. عد إلى الخليفة وأخبره بما حدث، واطلب منه أن يبحث معنا عما يمكن أن نفعله بهذا الذهب الذي وقفه لعمارة بيت المقدس. خرج رسول الخليفة من المسجد متعجبا، ولما أخبر الخليفة بما حدث فرح عبد الملك بن مروان بهذا الرد، وأدرك أنه كان مصيبا في اختياره. ثم أمر رجاء ويزيد أن يصهر ذلك الذهب ويصباه على قبة المسجد وأبوابه، فصارت قبة المسجد وأبوابه تلمع بسبب تلك الكمية الوافرة من الذهب. وما كان ذلك ليحدث لو أن رجاء بن حيوة قبل أن يأخذ ذلك المال من الخليفة، لكنها عزة نفس المؤمن. كم أنا سعيد بما يحدث. كانت تجب توسعة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فعدد المسلمين يتضاعف يوما بعد يوم. كان أمير المؤمنين محقا عندما أمر بهذه التوسعة. بارك الله للخليفة وأثابه على عمله هذا خير الثواب. هل تذكر يوم جاء الخليفة ليعاين المسجد واضطررنا لإخراج الناس منه؟ إن المسجد ضيق يا عمر، وتجب توسعته. هذا قرار حكيم يا أمير المؤمنين، ومن الأفضل أن نبدأ في تنفيذه على الفور. من هذا؟ ألم تقول لي إنكما أخرجتما جميع الناس؟ أليس هذا سعيد بن المسيب؟ بلى، ومن يجرؤ على إخراجه، لكنني سأتصرف. ألم تقول لي من هذا الذي لا يعبأ بوجود الخليفة ولا يقف احتراما له؟ إنه سعيد بن المسيب يا مولاي، عالم المدينة ومن خيرة سكانها، كما أنه حافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبلغ له، وهو لا يعلم بوجودنا هنا ولا يراك لأنه ضعيف البصر، ولو علم ذلك لوقف وسلم عليك. ما قلته صحيح، إني أسمع عن سعيد بن المسيب وأعرف فضله،
ومن كان في منزلة كمنزلته فهو أحق أن أذهب إليه بنفسي لأسلم عليه، ومن كان في منزلة كمنزلته فهو أحق أن أذهب إليه بنفسي لأسلم عليه. لولا تصرفك السريع يا رجاء وردك الذكي لكان رد فعل الوليد بن عبد الملك مع ابن المسيب قد تسبب في فتنة ما بعدها فتنة. إنما حفظ الله سعيد بن المسيب بعلمه وعبادته أن يمسه أذى، ورفعه درجات في عين الخليفة لتواضعه أمام رب الخليفة. هكذا العلم يرفع أصحابه، كما رفعك يا رجاء إلى مرتبة الوزراء عند خلفاء بني أمية. إنما أفعل ذلك نصحا لك ولولاة الأمر، ولا تهمني رفعة الدنيا بقدر ما تهمني رفعة الدار الآخرة. أبلغك الله ما تريد يا ابن حيوة. لم تكن هذه المرة الوحيدة التي التقى فيها رجاء بن حيوة مع عمر بن عبد العزيز، بل إن له دورا أساسيا في تولي عمر الخلافة بعد عمه سليمان بن عبد الملك. كانت المسؤولية التي تركها سليمان بن عبد الملك في عهدة رجاء ثقيلة، لكنه نجح في تنفيذ ما طلب منه، وأوصل عمر بن عبد العزيز إلى كرسي الخلافة كما كان يرغب سليمان. وكما كان عمر بن عبد العزيز مثالا في خلافته للخليفة العادل الذي يخاف الله، كان رجاء بن حيوة نموذج الوزير الصالح الذي ينصح الخلفاء لما فيه صلاح الرعية ورضا الله سبحانه